اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره، احد النجوم الجيل الذهبي، كل اجيال النادي الاهلي الذهبيه ولكن الجيل الذهبي القريب، يعني النجم الكبير كابتن رامي عادل. ازيك يا رامي؟ حبيبي يا سلام. إيه؟ حبيبي انت وحشني جدا والله. مبسوط، ببقى مبسوط جدا وانا معاك والله. ما زلت محافظ على نفسك؟ الحمد لله، زينا بحاول يعني. بسم الله ما شاء الله يعني. حبيبي يا سلام. اخبار الدنيا ايه؟ كله كويس، كله الحمد كويس؟ لله، كله كويس الحمد لله. كرة القدم بالنسبة لك بتمثل أعتقد كل شيء يعني، أو فترة طويلة جدا من حياتك بتلعب كرة قدم. دلوقتي الدنيا أخبارها إيه وعامل إيه؟ والله يعني أنا عارف إن أنت في يعني بعض الترشيحات الخاصة برامي فيما يخص منتخبات الشباب، يعني اتحاد كرة القدم بينظر لزيك لأنه تعليمكم رائع وعندك رخصتك وعندك أمورك وبالتالي تقدر تكون موجود. يعني ان شاء الله. انا زي ما انت بتقول طبعا احنا اتربينا حياتنا كلها في الكوره، ف يعني ان انت تخرج من المجال ده بيبقى الموضوع صعب عليك شويه. طول عمرك متربي في المكان وموجود في القصه دي طول عمرك. نعم. والحمد لله فاهم فيها طبعا كويس بخبرتك الكبيره اللي انت قعدتها يعني. ف يعني بنحاول، اشتغلت شويه مع عماد في المقاولين 3 سنين، وبعد كده يعني الفتره دي مش احسن حاجه، مستني كده شويه ان شاء الله يعني. ربنا يكرم والامور تسير دائما بشكل جيد يعني. برضو رامي وخليني اسالك، انت عاصرت وقت كان فيه الجمهور مليء في المدرجات، قعدنا فتره طويله من غير الجمهور، دلوقتي عوده الجمهور اعتقد بيبقى ليها تاثير. طبعا تاثير كبير جدا. انا عايز اقول لك انا كنت موجود في مباراه قريب للنادي الاهلي، مباراه الهلال طبعاً السوداني، 50,000 مباراه الهلال السوداني. انا كنت موجود. لا مش 50، ده الاستاد كان فول يعني. هو تقريبا كان 70 اعتقد يعني، هو ما كانش في مكان. انا فضلت واقف شوط كامل على رجلي انا وابني، وبعدين بقى انا واخد ابني بقى وانا الجيل الذهبي والنادي الاهلي وبتاع ومش عارف ايه، وفي الاخر واقف مش عارف ادخل اصلا يعني. انا مش عارف ادخل، الدخول كان صعب جدا. انا رحت متاخر شويه وواقف شوط كامل على رجلي بتفرج على الماتش، حد الشوط الثاني ما قعدت يعني، قابلت حد كده عرفني وقعدني يعني. بس لا الاجواء طبعا، لا انا الاجواء جميله جدا طبعا. الموضوع بيفرق كليا مع اللعيبه طبعا. حماس غير طبيعي. انت الفتره اللي فاتت دي طبعا كلها لما كان من غير جمهور كان الموضوع لا يعني صعب جدا. دايما لما نيجي يعني نسال او نتكلم مع الناس يعني، انا كل دلوقتي كنت بتكلم عن ايه؟ عن الوداد، ان انت هتلعب مباراه الوداد ومن قبلها هتلعب بكره مباراه سيراميكا. قلت لهم لو انا بلعب مش هفكر في ماتش الوداد، لان لو فكرت في ماتش الوداد مش هعرف العب بكره. وبالتالي انت حضرت مثل هذه النهائيات ومثل هذه المباريات كثيرا مع النادي الاهلي. لو انت مكان كولر هتقول للعيبه ايه في مثل هذا التوقيت؟ لا ما فيش، انت لازم طبعا هو تركيزك كل حاجه في حياتك دلوقتي هو الماتش اللي جاي، هو ده الاهم دلوقتي بالنسبه لك. وحته ان انت تركز في كذا حاجه دي ممكن بتعمل عليك ضغوطات شويه يعني، انت بتحمل نفسك اصلا اكتر من طاقتك، وممكن تلاقي نفسك نازل في ماتش زي سيراميكا مفيش تركيز والموضوع مش حلو يعني. انت شكلك يبقى ادائك مش حلو، حتى ما تديش لنفسك ثقه، لان المباراه انت عارف الاداء نفسه بيخليك بيديك ثقه والنتيجه. انت كلاعب يعني بالظبط كده، فانت مش محتاج انت كلاعب وكجمهور كمان يعني. الجمهور نفسه ما يبقاش شايف مباراه زي دي، المفروض ان هي مباراه تحضيريه لماتش زي دوت، شايفك بتأدي بأداء مش كويس، فطبعا الجمهور نفسه كمان يقلق واللعيبه نفسها يدخل لها حته القلق شويه من المباراه القادمه. فطبعا لا انا فاكر كان مستر مانويل ساعتها لما كنا بنخلص اي بطوله، كنت بقى واخد بطوله عندك ماتش تاني يوم، بنتجمع تاني يوم خلاص اتبسطنا فرحنا صفحه واتقفلت، بقت في خلاص تاريخ خلاص. فلا هو ده اللي انا شايف لازم طبعا يتقال، واعتقد ان مستر كولر هو يعني اعتقد ان الراجل بالعقليه دي يعني. طيب بكره هذه المباراه اعتقد ان هي بتبقى البروفه الاخيره لمباراه الوداد، تعليقك على هذا الامر ايه؟ اكيد طبعا زي ما احنا قلنا طبعا يعني، بس انا مش عارف بصراحه يعني مستر كولر هيبقى فكره ايه؟ هيبقى فكره لسه هيبقى فيه ان هي في ناس محتاجه تريح برضو شويه، لسه عايز يريح ناس شويه، في ناس مجهده، في اصابات، في طبعا خوف من الاصابات جامد جدا في النادي الاهلي الفتره اللي فاتت دي، في كم اصابات كبير مش قليل.
فاكيد طبعا الراجل هتلاقيه اعتقد انه محتار شويه، هل بقى يبدا بالتشكيل الاساسي وتبقى بروفا ان انت بتجرب الناس كلها قبل الماتش ده وتبدا تريح الناس المجهده اكتر، صح؟ لان طبعا انت عارف القصه دلوقتي علميا بقى الموضوع مختلف تماما، بقى في اجهزه وفي حاجات تطور كبير دلوقتي، استشفى. بقى غير الاستشفاء كمان بقى في دلوقتي يا اسلام اجهزه اللعيبه بتلبسها، وبتبقى بيبقى معروف كمان هو ده يقدر يجري قد ايه، ده يقدر يلعب قد ايه، ده مخزونه قد ايه، فالموضوع اختلف تماما دلوقتي. فاعتقد ان هو هيشتغل علميا اكتر على اللعيبه اللي هي محتاجه ان هي تريح اكتر، واللعيبه اللي مجهده ممكن يبدا بالتشكيل الاساسي يضمن الماتش طبعا الاول، وبعد كده يطمن على الناس ويبدا يخرج الناس اللي هي المجهده اكتر. اعتقد انه ممكن يشتغل كده يعني. كسبت الثلاث اربع مباريات الاخيره في الدوري، وبالتالي ذهب البعض الى ان النادي الاهلي فاز بالدوري، ايه رايك في هذا الموضوع؟ لا خلينا نتفق يعني، بص يعني كده يعني انا شايف ان نفس القصه برضو، انت يعني انت برضو النادي الاهلي يعني عمليا خلاص الموضوع يعني شبه ان شاء الله منتهي يعني للنادي الاهلي. انت نادي الاهلي برضو مش نادي صغير، مش اللي هو يعني بيبقى على القمه بفارق كبير من النقاط والمباريات، لسه في فارق مباريات كمان، فاعتقد النادي الاهلي مش هيتعثر يعني ان شاء الله كتير باذن الله. الموضوع يعني شبه محسوم باذن الله، نتمنى انه يبقى يعني كده باذن الله يعني وخلاص. بس اللعيبه طبعا ما تركزش في ده اكتر من اللازم عشان الموضوع ما يبقاش فيه استهتار انا يعني. مش من المدرسه دي، ماشي اوكي ده رايك، لكن انا شخصيا مش من هذه المدرسه، انا من مدرسه ان انا العب، لان انا اتعلمت ده من مانويل جوزيه نفسه اكيد. لما كنا نيجي نتكلم، لا كوتش بقى اهدى شويه، ده خلاص فاضل ماتش ونكسب مثلا، يقول لك لسه. اعتقد انت يعني كنت شايف هذا الامر. بس يمكن انا شايف، انت شايف المنافس ليك فرق النقاط كبير يعني، المنافس الاول طبعا هو كان نادي الزمالك وخلاص بعد خالص عن المنافسه تماما، دلوقتي في فيوتشر وبيراميدز، يعني اعتقد ان المنافسه برضو يعني ان شاء الله، انا ما بقولش ان المنافسه خلصت، بس انا بتكلم على احساس الناس دلوقتي عامه هي شبه كده، بس انا بقول ان ده ما يوصلش للعيبه، انا كلاعب لا مش عايز ان ده يوصل لي الاحساس ده، واكيد انا كمدرب عمري ما هوصل ده للعيبه، انا هخلي اللعيبه على طول في حاله تاهب على طول، ان هي يعني تكسب. لا الموضوع لحد النقط تبقى خلاص تمام هبدا بقى الموضوع يختلف تماما. احنا كان ساعات المدرب خلاص بياخد اجازه وبيسافر، ولعيبه كتير بتاجز وتسافر، كان بيدي ال 11 و2 معاهم ثلاثه بالظبط زياده. بالظبط كده. محمد عبد المنعم اللي انا فاهمه انه مارسيل كولر بيدرس ان هو يلعبه المباراه اللي جايه عشان يرجعه فورمه، بقاله ماتشين طبعا ما بيلعبش بسبب الانكل رجله، هل ده عشان يرجعه فورمه ولا من الاحسن ان هو ما يلعبوش الماتش بتاع بكره عشان ينتظر ان هو يلعب ماتش الوداد؟ ما اعرفش يعني كيف يفكر، بقول والله وجهه نظرك يعني. انا شايف لو هو حسب الاصابه بتاعته، لو الاصابه بتاعته دلوقتي 100% هو كويس يعني، انا مش ما احبش ان يبقى فيه مجازفه بمحمد عبد المنعم، لان هو مش محتاج ان هو يبقى كويس، انت الناس دي عندها مخزون كبير جدا من عدد مباريات كبير جدا ايوه لاعبين، ده قصدي. فانت مش محتاج ان انت تاهله او ترجعه للفورمه، لان هو اصلا اوريدي في فورمه يعني، هو مش محتاج ان هو حاجه زي كده. فانا شايف ان لو الاصابه مش 100% لا انت امنه لحد ما يوصل 100% عشان تضمن ان هو ان شاء الله يبقى متواجد بشكل كويس الماتش الوداد ان شاء الله، ده الاهم يعني. طيب هنكمل كلامنا. اعتقد برضو احنا لسه كنا بنتكلم على كابتن على مصطفى شوبير، فمصطفى اعتقد كويس دلوقتي وزي الفل يعني. من وجهة نظرك مصطفى جاهز لحراسة النادي الاهلي خلال المباريات القادمة؟ يعني انا تابعته شويه في البدايات، كنت لسه قلقان شويه منه ان هو لسه يعني شاب لسه ما خدش خبرات كبيره وكده، بس بعد كده بصراحه لا يعني شفته في كذا مباراه، لا هو موهوب يعني، عنده موهبه كويسه جدا، وحارس حارس واعد ان شاء الله يعني، ان هو يبقى حارس مرمى مستقبل يعني ان شاء الله. منظورين احنا في حراسة المرمى يعني، الشناوي في علي لطفي في كلهم حمزه الحقيقه، حتى وحمزه ودلوقتي مصطفى، اعتقد الامر صعب يعني. الموضوع صعب جدا، انا بقول لك في البدايه الاصابات وهي اكتر حاجه حراسه المرمى يعني، بس ان شاء الله يعني احنا سمعنا اخبار كويسه ان الدنيا بدات تظبط شويه مع الحمد لله الشناوي مع الشناوي ومع وعلي ان علي. شاء الله، فالامور تبقى كويسه ان شاء الله. طيب هل انت مع اراحه يعني، هو الماتش اللي فات مثلا ريح علي معلول وبيرسيتاو وهاني ومروان وكده كده حمدي مريح يعني، هل انت مع استمرار اراحتهم ولا ان هو يلعب بيهم عشان يشوفه؟ لا اعتقد ان الناس دي تلعب بقى ان شاء الله المباراه دي، تلعب الماتش ده باذن الله يعني، لو هم مريحين بقى لهم فتره طبعا يعني ومفيش اصابات يلعبوا المباراه دي ان شاء الله،
ويبدأ هو بقى يعرف الناس اللي هي هو عنده 5 تغييرات، يبدأ يريح الناس اللي هي طمن عليها خلاص وتستريح يعني. يعني انت من مدرسه ان هو يلعب بالتشكيل الاساسي في مباراه سيراميكا، او التشكيل اللي هو بيبدا بيه دايما يعني. يعني انا بص، انا زي ما قلت لك، لو انا الفرقه كلها كويسه، ما عنديش اي مشاكل، ما عنديش اصابات والناس كويسه، العب بالتشكيل الاساسي. لكن لو انا عندي مشاكل وخايف على ناس معينه، لا انا طبعا عندي قوام كبير وعندي لعيبه كويسه طبعا بره كتير، فانا ممكن ادخل كذا عنصر واريح الناس اللي انا خايف عليها. لكن لو انا عندي الناس كويسه، لا الناس كلها تبقى موجوده. انا كنت بشوف ده واحنا موجودين في النادي الاهلي، يعني كان عندنا برضو تلاحم مباريات كتيره جدا، وكنا بنسافر وكل حاجه، وكانت الفرقه هي الاساسيه. انا كنت عشان ادخل التشكيل الاساسي كان بيطلع عينيا يعني. لا كان الموضوع صعب جدا ان انت تدخل تلعب من بديل تبقى موجود. انت كنت ممكن مثلا لو حد اتصاب او حاجه، يعني انا فاكر مباراه كنت دايما بقولها على طول لاي حد، مباراه كان في كاس افريقيا مع الزمالك، وكان حد تقريبا اتصاب، احمد السيد او حد اتوقف، وانا دخلت لعبت المباراه دي. بعد الماتش مستر مانويل خرج احسن 2 في المباراه، بركات ورامي احسن 2 في الماتش، الماتش اللي بعدين احتياطي. طب هتدخل ازاي؟ فاهم يعني؟ فكان مستر مانويل من عنده من السياسه دي، من عنده من اللي هي الناس رقم واحد بيرجع، رقم واحد بيرجع، وكان بيلعب بالناس دايما على طول يعني. كان حته ان هو يريح لعيبه كانت قليل جدا يعني. فانت من المدرسه دي ان انت تلعب على طول يعني انت لما تبقى مدير فني هتعمل كده. بص، طول ما انا في الـ هيبقى في طبعا لو في قوام عندي مثلا 17 18 لعيب، هم دول اللي هيبقى في تدوير فيهم، بس مش بشكل كبير قوي. بس زي ما انت السؤال بتاعك، لو انا داخل على مباراه زي دي، لا هحاول ان انا العب الناس الاساسيه بتاعتي اللي انا هلعب بيها الماتش الجاي، ماتش الوداد. الماتش الوداد بالظبط. طيب، اسلوب اللي لعب بيه كولر امام طالع الجيش قد يبدو مختلف شويه، هل من وجهه نظرك سيراميكا كليوباترا هيلعب معاه بنفس الشكل، نفس الاسلوب، طريقه اللعب يعني؟ يعني ما اعرفش، انا مش عارف هو بيفكر ازاي، بس اعتقد ان ممكن يعني يعني هو هيجرب اكيد الطريقه بنسبه كبيره. لو هي هتبقى بروفا ماتش سيراميكا دوت، هيبقى بروفا لماتش الوداد، فاعتقد يعني هيحاول يلعب بالطريقه القريبه لماتش الوداد، وهي غالبا الطريقه اللي احنا متعودين عليها، والتشكيل اللي هو الطريقه بتاعت النادي الاهلي المعتاده يعني. مش هيبقى في تغيير كتير في الطريقه يعني اعتقد. من مميزات كولر الحقيقه ان انت مثلا لما تيجي تبص على خط الدفاع او الستوبرز تحديدا، بتلاقي ان اي حد فيهم بيبقى موجود يلعب. الاستمراريه في اللعب من وجهه نظرك بتبقى بتديك طبعا مستوى اعلى، ولكن في نفس الوقت هو بيعمل حاجه ما بنشوفهاش كتير، اللي هي الروتيشن. الروتيشن والتغيير والاربعه او الخمسه اللي بيلعبوا دايما الحقيقه، ازاي بيقدر يعمل كده؟ ما هو بص، دي من مميزاته بصراحه، ودي كل الناس بتتكلم عليها ان هي حاجه كويسه قوي فيه، ان هو عنده حته تدوير اللعيبه دي. احنا شايفين مجموعه كبيره جدا، مش حاسين ان حد بعيد يعني، مش حاسين ان مثلا محمد شريف لما بيقعد فتره وبيرجع بيبقى بالزبط. كويس طاهر لما بيرجع بيبقى كويس، بيرسي تاو بعد وبعد كده رجع، الحته اللي قدام فيها تدوير كتير. نص الملعب عندك برضو لما مروان بيقعد وبيرجع، مثلا عمرو من بعيد من فتره، حمدي فتحي كان قاعد بقاله فتره وبعد كده رجع بقى اساسي، فلا حته التدوير والناس اللي ورا برضو نفس الكلام. فبالذات كمان بقى زي ما انت بتتكلم كده، الثلاثه اللي في القلب دول او الاثنين اللي في القلب الاستوبر بيتغيروا، مفيش اي مشاكل. حتى رامي لما يبقى بعيد خالص وبيرجع ممكن تلاقيه احسن واحد في المباراه يعني، عادي جدا. فلا هو بصراحه دي ميزه كبيره جدا فيه، ان هو قادر يعمل الحته دي في النادي الاهلي يعني. دي حاجه كويسه جدا، ميزه عند اي مدرب ان انت يبقى عندك القصه دي يعني. قفشه خد افضل لاعب في البطوله او في الاسبوع اللي فات، الاسبوع اللي فات كان في المباراه وفي الاسبوع الرابطه اعلنت منذ قليل يعني. ايه رايك في اداء قفشه على الرغم ان هو كان بعيد زي ما انت لسه كنا بنتكلم، بعيد جدا، ولكن او بعيد بقاله 3 4 5 ماتشات بينزل حاجات قليله جدا، ان هو دلوقتي ياخد افضل لاعب في الدوري في البطوله. دي من مميزات برضو مستر كولر طبعا، ودي حاجة طبعا في النادي الأهلي يا اسلام، سمة في النادي الأهلي ان انت على طول لازم بتبقى يعني مش زي الأندية التانية. الأندية التانية مع احترامي للأندية التانية، انت عادي ممكن ما يبقاش عليك ضغط كلاعب احتياطي، ممكن حتى بيجي لك لحظة يأس، لحظة همدان، ان انت خلاص الموضوع معاك صعب وبتفكر بقى في نادي تاني وبتفكر في قصة تانية. لكن النادي الأهلي على طول انت بتلعب تحت ضغط، عندك جمهور كبير متابعك، عندك إدارة، عندك انت اسمك الكبير اللي انت تعبت عشانه، فانت موجود في النادي الاهلي، فانت بتتمرن احسن حاجه، معاك مدرب ومعاك ناس مسؤوله عن الكوره، مش هتسمح لك اصلا ان انت مستواك يقل. انت مش هينفع في النادي الاهلي تتمرن وحش، مش هينفع ده يوصل لك في النادي الاهلي انت تتمرن وحش.
فدي ميزة طبعا. واعتقد ان الراجل مستر كولر طبعا شخصيته باينة ان هو راجل شخصيته قوية واللعيبة بتحبه، زي ما احنا سمعنا برضو كذا مرة من كذا حد ان اللعيبة بتحبه وبتحترمه جدا. فيعني اعتقد المدرب الشخصية دي اللعيب ما بيأثرش بصراحة، اللعيب بينزل يموت نفسه. وانت في النادي الاهلي يعني ما ينفعش تأثر في النادي الاهلي. علي معلول الحقيقة ودوره الكبير خلال الفترة الأخيرة مثل هؤلاء اللاعبين يجب أن يكون لهم تكريم بشكل مختلف، يعني مش تكريم يعني إن هو لأ، لكن دايما تلاقي واحد زي علي معلول الجمهور بيحبه بشكل مختلف طبعا. له طريقة مختلفة. مين من بالمناسبة الكلام، مين اللي كان في جيلك أنت بيبقى كده؟ غير أبو تريكة طبعا. يعني بعد أبو تريكة وبركات. والله يا إسلام بص مش مجاملات وجمعة واسلام وشادي وعماد متعب ومتعب صحيح وفلافيو وجلبرتو فلافيو والقلاوي. لا الجيل بصراحه انت قلت كلمه في الاول، هو الجيل الذهبي طبعا، اجيال النادي الاهلي كلها اجيال ذهبيه. أيوه. بس انت بتتكلم فعلا على الجيل القريب يعني. لا الناس كلها بصراحه كان انت واحد من الناس، مش مجاملات والله ليك، انت من احسن الباكات رايت اللي جت مصر في التاريخ. فلا الموضوع بصراحه اللعيبه كلها كانت لعيبه كبيره ولعيبه محترمه ولعيبه جامده جدا، ومش عايز اعد حد وانسى يعني عشان ما انساش حد. اللعيبه كلها ما شاء الله كلها ليها اسماء كبيره جدا ولعيبه على اعلى مستوى يعني. احنا انا في التمرين، انا لما بحكي لاي حد بقعد مع حد بحكي على التمرين. انت فاكر التمرين يا اسلام؟ كان التمرين موت يعني. التمرين التقسيمه اللي كنا شرار. بنعملها التقسيمه اللي كنا بنعملها في نص الملعب دي، لا انا بقعد افتكرها. الموضوع كان صعب جدا يعني، اجمد من الماتش 50,000 مره يعني. الماتش والله كوم، والتقسيمه دي لوحدها حاجه تانية خالص يعني. حاولت تنقل ده للفرق يعني في المقاولين مثلا، حاولت تنقل ده؟ اكيد طبعا. انت لما يعني لما بتقعد تتكلم كمدرب او كلاعب يعني، وانت لعيب طبعا لما مشيت من النادي الاهلي بتبقى طبعا الموضوع مختلف. بس يمكن شويه بيبقى بدايه اللي هو السخونيه الفتره الاولانيه، انت بتبقى سخنان شويه، وبعد كده بتلاقي الموضوع غصب عنك. انت برضو مش في النادي الاهلي ومش في الضغط ده على طول، فغصب عنك بتريح، بتهدى غصب عنك يعني. وبتلاقي النوعيه بتاعت اللعيبه ومش احسن حاجه، ممكن تلاقي مثلا 2-3 تقدر ان انت تحفزهم ناحيه الحته دي وتوجههم ناحيه الاتجاه ده بس. لكن كمدرب بقى، كمدرب طبعا لا بتعملها يعني. لما بيتسمح لك ان انت يبقى ليك دور وتتكلم او تتكلم مع اللعيبه على جنب او حاجه زي كده، لازم طبعا بتديهم خبرتك، بتنقل لهم خبرتك وتنقل لهم الحاجات اللي انت شفتها. انا يمكن كتير جدا كنت بتكلم مع طاهر يعني. طاهر محمد كنت شايف فيه ان هو حاجه طبعا مبشره وخامه كويسه جدا، فكنت بتكلم معاه كتير. وبعد لما عرفت انه راح النادي الاهلي كنت طبعا بديله نصايح كتير ان هو النادي بقى اللي انت رايحه تتعامل فيه ازاي، لان طاهر شويه كان ليه شخصيه مختلفه شويه. طاهر شويه يعني كان معانا احنا عصبي شويه، فالعصبيه دي كنت بحاول انصحه على طول، انت طاهر لما تروح النادي الاهلي الموضوع مختلف تماما، انت ما ينفعش كل شويه هتتنشن مع حد وتتخانق مع حد، مفيش الكلام ده خالص في النادي الاهلي يعني. يعني على قد ما الواحد كان بيقدر وبينقل ما عنده من خبرات يعني للعيبه. طبعا شايف طاهر ازاي صحيح في ظل الفتره اللي فاتت يعني؟ وانا شايف انه عنده احسن من كده، لكن هو وصل لمرحله جيده. طاهر اول ما بدا في النادي الاهلي لا احنا كلنا كنا شايفينه في حته تانية خالص يعني. طاهر كان طالع في النادي الاهلي في البدايه اول ما اتنقل كان حاجه كويسه جدا، وكان واصل لمستوى عالي جدا. الفتره اللي فاتت دي انا مش عارف طبعا، معرفش الاصابات طبعا، اصابات كتير طبعا، وحته ان هو ما بيلعبش كتير دي برضو انا شايفه مضغوط يعني. انا حاسس ان طاهر وشه شكله مضغوط يعني، بينزل عايز يعمل حاجات كتير قوي، لانه طاهر عنده طموح كبير. او طاهر طول عمره يا اسلام انت في منتخب الشباب ومنتخب الاولمبي ومنتخب مصر كان بيروح، فحته اللعيب دي لما بقى ده احساسه بنفسه. انا كان عندي الضغط ده على فكره جامد جدا في حياتي يعني. انا كنت برضو منتخب الشباب بلعب، منتخب الاولمبي بلعب، منتخب الاول كنت بروح. فلما كنت قاعد في النادي الاهلي فتره كبيره كنت مضغوط جدا، يمكن انا شويه عندي بعرف اعمل كنترول شويه على نفسي. لكن طاهر لا، انا طاهر بمعاشرتي معاه في النادي هو من نوع العصبي شويه، بيتشد بسرعه شويه يعني. ممكن طاهر تنكشه كده في تمرينه تلاقيه داخل مثلا قاطم لك واحد يعني. فهو لا انا شايفه مضغوط بس طاهر امكانياته احسن من كده بكتير يعني. لا هو عنده افضل من كده بكتير يعني. بكتير جدا. واعتقد ان شاء الله، انا متاكد ان هو هيكون ليه دور سواء بكره او في مباراه النهائي ان شاء الله نبقى نتكلم عنها في وقتها. بشكل عام شايف الدوري العام المصري هذا الموسم ازاي؟ والله الدوري العام المصري الموسم دوت انا شايفه ان موسم كويس يعني. انا شايف الميزه الحاجه الايجابيه كمان ان انت ظهر فيوتشر
وظهر بيراميدز بينافس، صح نعم، بينافسوا على مركز تاني يعني. الاثنين دول خلاص الزمالك بعد دلوقتي، وفيوتشر وبيراميدز يعني حسابيا يعني بينافسوا على المركز التاني، فدي حاجه ايجابيه جدا ان انت يظهر لك فريق جديد بينافس على المركز التاني. المنافسه قويه قوي تحت يعني، الموضوع صعب جدا صح تحت، وده بس طبعا الحرس خلاص يعني، لا الحرس خلاص بس في شويه كده اللي هم الاثنين التانيين، الموضوع صعب جدا. حتى في الدرجه الثانيه المنافسه حلوه يعني، المنافسه في الدرجه الثانيه الثلاث مجاميع في الثلاث مجموعات فيها منافسه قويه جدا برضه، فالدنيا السنه دي يمكن زد حلوه. اللي قربت شويه من اللي زد شويه يمكن فرق السكه تعادل تقريبا المباراه اللي فاتت وزد كسب، فتقريبا ده اللي قرب شويه يعني. طيب دلوقتي في جزء كبير، او انتوا حطيتوا لي التحكيم؟ طيب طاقم التحكيم يا شباب اتفضلوا. كابتن محمد عادل حكما للساحه، كابتن سمير جمال حكم مساعد، كابتن خالد حسين حكم مساعد تاني، كابتن هشام الفلال حكم رابع، كابتن حسام عزب حكم الفي ار، وكابتن هاني خيري حكم الفار المساعد. ده طاقم التحكيم لمباراة النادي الأهلي وسيراميكا كليوباترا اللي هتكون في تمام الساعة 9:30 من مساء غدا. مرة أخرى كابتن محمد عادل، كابتن سمير جمال، كابتن خالد حسين، كابتن هشام الفلال، كابتن حسام عزب، كابتن هاني خيري. برضو أعرف رأيك في طاقم مش في طاقم التحكيم، التحكيم بقى بشكل عام هذا الموسم، لأن احنا بنعاني الحقيقة بقالنا فترة في هذا الأمر. والله الموضوع يا اسلام صعب، الكلام على التحكيم اصلا صعب عامه يعني. يعني الكلام لا، بس ممكن اقول لك رايي في كابتن محمد عادل، حكم من الحكام المحترمه طبعا جدا. وهو ده الراجل اللي قعدني الشوط الثاني في الماتش بتاع الاهلي، لان هو انت عارف ان هو ضابط شرطه في قطاع الشرطه، وهو كان عنده تقريبا خدمه في الماتش دوت اليوم دوت، وهو لا والله كان عنده خدمه اليوم دوت، ف كان شغل بقى شغل مش حكم لا. فهو قابلني في الماتش، وهو بصراحه اللي اتصرف وقعدني يعني. الموضوع زي ما بقول لك كان صعب جدا جدا. مش عارف اقعد على كرسي، كان في حتت فاضيه بس مانعين ان حد يقعد فيها عشان كانت قريبه من جمهور الهلال. بس هو حكم من الحكام الكويسه جدا المحترمه اللي بتشتغل باخلاص يعني. في الكلام على التحكيم بقى صعب بصراحه يعني، انا ما اقدرش بشكل عام الامور بتبقى صعبه جدا. نرجع للدوري جداً. افضل انت بتتكلم هنا عن من اول النقطه 31 تقريبا. أيوة. من اول سيراميكا كليوباترا يعني. أيوة. سيراميكا كليوباترا، بنك اهلي، اسوان، غزل المحله، داخليه، طلائع الجيش، بعيدا بقى عن حرس الحدود يعني. لا وانت هتحط برضو الاسماعيلي في الموضوع. اسماعيلي 32 يعني، بس 32. ماشي، بس عايز تحط الاسماعيلي اوكي، عشان انت كل اللي هو يعني ال 28 دوت انت لسه في كام ماتش، في حوالي 4 مباريات او 5 مباريات لفرق. لسه 29 اهو، يبقى لسه فاضل 6 مباريات. فالموضوع لا لسه يعني 28 ده قريب، قريب من 32. حتى والله لو هتحسبها يعني ورقه وقلم هتلاقي 35 ده برضه، بس يعني اعتقد خلاص يعني. بس الاسماعيلي برضه لسه في الموضوع يعني. يعني سموحه 35، ام بي 36، ام بي مع تامر مصطفى اعتقد طفره. طبعا طفره كبيره جدا. تامر من المدربين كويسين قوي. يعني مدرب شاطر وبيجتهد جدا وبيجتهد على نفسه جدا وتعب بصراحه يعني. انا عارف مسيره تامر من الاول خالص. يعني هو صاحبي قوي يعني. لا هو مدرب شاطر جدا وربنا كرمه، لان هو تعب واشتغل على نفسه جامد، والحمد لله ربنا كرمه وشغله بان في انبي بشكل كبير الفتره دي يعني. يعني هو تجربه غير ناجحه مع مصر المقاصه، تجربه غير ناجحه مع الجونه، ثم مع انبي حاجه كانت جيده جدا يعني. معظم المدربين بيعدوا بالمراحل دي. لازم. حتى اللي كان ناجح جامد جدا يعني بيخفق ساعات، وتلاقي الموضوع طبيعي كتير جدا. احنا شفنا مدربين كتير قوي يعني، فرق نزلت معاها ونافس على الثالث، خد ثالث دوري وخد بطوله يعني، من غير ذكر اسماء مدربين. شفنا كل حاجه طبعا في الدوري المصري. صحيح كل حاجه. وفاركو برضو الحقيقه مع وجود الكابتن طارق العشري برضو عاملين طفره كبيره جدا منذ أن استقال من سموحة أو أقيل من سموحة، ثم مدير الفنان لفاركو. طبعا أنا شايفه أنه هو اتظلم في القصة بتاعة سموحة دي، مشي بشكل غير لائق بصراحة لكابتن طارق العشري من موضوع سموحة دوت. وهو ربنا كرمه بقى في كابتن طارق برضو من المدربين. احنا بنقول أنه هو مدرب طبعا كويس، هو ليه فكر وليه فلسفة وليه طريقة. انت راجل لعبت معاه طبعا وعارف. من 4 سنين. بالظبط، عارف الفلسفة بتاعته. وعلى فكره يعني مش عيب يعني. انا في مدربين، في ناس بتقول ان الاداء ومش عارف ايه. لا انا بحب المدرب اللي يبقى عنده حاجه يشتغل ان شاء الله، حتى لو حاجه واحده بس تبقى باينه في الملعب.
انا بحب المدرب ده جدا، بس انت مدرب بقى مالكش شكل في الملعب خالص، وبتنزل عايز تعمل 10 حاجات ومش عارف تعمل ولا حاجه منها. فانا شايف ان هو يعني ناجح برضو بشكل كويس مع فاركو. يعني دلوقتي بيحكوا لي اصل دلوقتي على قصه حصلت في ماتش امبي وفيوتشر بيلعبوا في كاس مصر. في كاس مصر كان 1-0، نعم كان 1-0 لفيوتشر. كابتن نادر امر الدوره كان حكم للمباراه، فالكره جت في الكابتن نادر ودخل الجون. اوبا، 25 دقيقه وقت ضايع، 25 دقيقه وقت ضايع. هو وصل للمكان ده ازاي؟ مش عارف. هو كان مكمل في هجمه ولا ايه؟ مش عارف. الكره جت، يا جماعه قولوا لي صح ولا غلط. صعبة قوي بصراحة. كملوا لعب يعني واتحسبت هدف. يعني جت فيه واللعب اتكمل. رجعوا للفار، لقوا الفار مش شغال. اوبا. فكابتن تامر سحب اللعيبة وقالك مش هكمل الماتش بعد الهدف ما اتحسب يعني. وبعدين رجعوا تاني وفي 25 دقيقة. بس اتلغى كم ولا النتيجة؟ اتحسب؟ اتحسب الجون؟ اتحسب الجون. طب اللي فاضل كم النتيجة يا محمود؟ كم النتيجة؟ 1-0. 1-0 1-0 يبقى لا، ما يبقى مش هي، ولا هو ده الجول؟ هو ده يمكن خبط فيه في حته بعيده، هو ده الجول اللي جه. بس هو ده الجول. اصل انا كنت سامعه في الراديو وانا جاي، انا كنت سامع ان هو لا هدف عادي، بوبو تقريبا اللي جابه ورقص، مش عارف. رقص المدافع بتاع انا معاك هنا، انا قاعد مش بس عارف. لا مش عارف، بس اعتقد لو هي كده ده قانون، يعني هو القانون ما بيقولش غير ان انت عشان بتوقف كابتن الكره وتعمل اسقاط. كابتن تامر مصطفى يعني يمكن عشان كده سحب الفرقه. اكيد 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 الهدف صحيح، ولكن كانت جت في الحكم قبل ما تخش منطقه الجزاء، فالمفروض الكره لما تيجي في الحكم بتعمل لها اسقاط. طبعا على طول، ما طبعا كملش اللعب. فهنا بقى كابتن تامر سحب الفرقه، وبعدين بيدي 25 دقيقه وقت ضايع. بس هي اكيد الناس المتخصصه بقى في الشغل الحاجات هي التخصصيه دي بتبقى طيب. ده يعني في وسط واحنا شغالين كده دايما بتلاقي دايما مثل هذه الامور. مقاولين العرب رايك في ايه السنه دي؟ المقاولين بصراحه متفاجئ بيه جدا. انا من الانديه اللي انا كنت قلقان عليها جدا السنه دي، كنت حاسس ان الموضوع هيبقى صعب معاه جدا وهيعاني، بس الكابتن شوقي استلم الفرقه السنه اللي فاتت في ظروف صعبه حقيقي، وعدى بيها بشكل كويس. كابتن شوقي برضو انت عارف، هو يمكن انا اعتقد ان كابتن شوقي ما اشتغلش في الدوري المصري كتير، يعني لو عديت عدد اللي هي منتخبات اكتر يعني شغله كمدرب، لا هتلاقي العدد الوقت بتاع اللي هو اشتغل فيه في الانديه تقريبا وقت قليل جدا، قليل يعني جدا. مش كتير خالص يعني. بس هو مدرب طبعا كبير ومخضرم طبعا، يعني عنده خبرات كبيره جدا وليه سكك وطرق واداريا وفنيا وكل حاجه يعني، فاكيد هو قدر يشتغل على الحته دي كويس، وقدر يعني عينه كويسه في اللعيبه، يعني قدر يعمل توليفه كويسه بين اللعيبه، وهو كان اصلا عنده خامات كويسه في النادي فاشتغل عليها. ولا المقاولين بصراحه ظاهر بشكل كويس جدا السنه دي، يعني لو بصيت على النتائج بتاعته هتلاقي النتائج كويسه جدا السنه دي، يمكن عدد الهزائم قليله جدا يعني. الوقت الاضافي 25 دقيقه انا اول رجل مره نشوفها في في التاريخ في الدوري المصري. لا ليه شفناها في كاس العالم اكيد يعني اكيد يعني. حصلت كتير بس انا قصدي في الدوري المصري يمكن 25 دقيقه ما ساب الفرقه وطلع وبتاع. عموما يعني دينا بنشوف حاجات كتيره جدا خلال هذه الفتره. اخيرا مين اللي هينزل من وجهه نظرك؟ والله بص، انا قبل الماتش اللي هو قبل الماتش بتاع البنك الاهلي الاخير اللي هو كان البنك الاهلي، انا مش فاكر كان بيلعب مين، بس انا قبليه على طول قبل المباراه دي على طول كنت حاطط البنك الاهلي في الموضوع. كنت حاسس ان البنك الاهلي، انا بصيت على الماتشات المتبقيه للبنك الاهلي والفرق اللي تحتيه. كنت حتى عشان انا شويه ارتباطي شويه بالناس بتاعت الجيش يعني عماد وعلاء والناس وكده، فكنت ببص على الماتشات، فحتى كلمت حد منهم وقلت لهم ان شاء الله انتوا ماتشاتكم انا حاسس ان هي الجيش اقل اسهل، الجيش شويه غير الاهلي والزمالك يعني. طبعا كان الاهلي بدايه، فقلت لهم ما تعملوش حسابكم على الاهلي، ابدا من بعد الاهلي. فانا كنت شايف ان الماتشات اسهل شويه. البنك الاهلي ماتشاته صعبه جدا يعني، انا شايفها صعبه. نعم. عدى الماتش اللي فات دوت دي اديته شويه، البنك الاهلي 31 نقطه. دي اديته شويه يعني ها ريحته شويه بعدته شويه. بس لسه برضو لسه الماتشات صعبه، بس انا شايف موقف الجيش صعب جدا جدا يعني، بقى اتصعب قوي. لان هو مش عارف يكسب يعني. صح. هو كسب ماتشين ثلاثة ورا بعض كده، ماتشين تقريبا، وبعد كده بقى والمشكله كمان ان كل اللي حواليه بيكسب. يعني انت ما فيش حد بيخسر، انت كله بيكسب. فويك الداخليه محل الداخليه تقريبا وبيكسب ما بيخسرش اعتقد. محل الفتره الاخيره بيخسر على طول. نتائج المحله سيئه الفتره الاخيره. نفس الكلام رغم ان هم في البدايه الاول لما كنت في هذه الفئه كنت بتقول هيكملوا
كابتن ايمن الرحمن بالظبط. فسبحان الله مغير الأحوال يعني، موضوع تمام يعني، الموضوع موضوع اختلف على فيه بس كل اللي هم احنا قلنا اسم لو سبت ان شاء الله ربنا يكرم وتجيب من الاهلي هيبقى والجيش كسب الجيش ويسلمك هيبقى على 9 30 بره مؤجل برضه، بالظبط. الاهلي مؤجل مع الاهلي، فنفس الكلام هم عدد مباريات واحده بس يعني. الموضوع ما انتش عارف هو رايح على فين. الاسماعيلي زي ما انا قلت لك كده، هو الاسماعيلي برضه في خطر، بس الموضوع اختلف اداء وتحسن بشكل كبير جدا، اللعيبه خدت ثقه كبيره، فاعتقد مش هيبقى فيه انكسارات كتير الاولانيه اللي هم كانوا بادئين فيها. لكن انت تخاف طبعا على حد زي اسوان بالنتائج الاخيره، بالمحله، بالداخليه، كل بالطلاق الفترة يعني، الجزء خلاص الأخير ده. الحرس طبعا اتاكد. طيب قبل ما نكمل كلامنا يا رامي، خليني بس أروح ل كابتن ناصر عباس نسأله برضو عن التحكيم خلال هذه، خلينا نتكلم بشكل عام أحسن، التحكيم خلال هذه الفترة. كابتن ناصر ازي حضرتك؟ تحياتي ليك كابتن اسلام، وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، ربنا يخليك وتحياتي لضيفك الكريم كابتن رامي. حبيبي يا غالي. برحب بحضرتك وتحت امرك. أولًا هي الكرة لو جت في الحكم إيه اللي بيحصل بشكل عام؟ طيب كابتن اسلام، عشان نوضح للناس برضك، عشان يعني ندي ثقافه بعد اذنك، بس اديني فرصه عشان اتفضل يعني اتفضل الموضوع دوت موضوع فيه حاجات كتيره قوي. اتفضل يا كابتن. طيب هي لما بتيجي في الحكم وتغير الاستحواذ يا كابتن اسلام، لابد من هنا الحكم طبقا للقانون يعمل اسكواد. يعني ايه؟ اسلام الشاطر النهارده معاه كوره ورايح بيها، راحت جايه الحكم وراحت رايحه لتغيير استحواذ للفريق الثاني، هنا لابد ان هو يعمل يوقف اللعب ويعمل اسكواد ويدي اسكواد ده لاسلام الشاطر. تمام كده واصله ولا في خلاص، حاجه؟ وصلت وصلت كده طيب تمام. انا هنا لما تيجي تعمل الكرة تيجي في الحكم يا كابتن اسلام، وهنا عندي المهاجم والمنافس عندهم تنافس على الكرة، الاثنين عندهم فرصة لعب الكرة. صح. وهنتكلم بقى بخصوص لعبة ماتش اتفضل الفيوتشر وامبي، اتفضل هي قدام الصورة هنا. انا هنا عندي لاعب امبي عنده فرصة ان هو يتنافس مع لاعب فيوتشر. مظبوط. الكرة بدل ما تطب، هتطب هتاخد وقت، يعني هي الكرة هنا هتطب على الارض هتعلى هتاخد وقت، هنا تعطل المهاجم، يبقى هنا المدافع هيلعب او هيتنافس. تمام. لما هنا تيجي في رجل الحكم يا كابتن اسلام وتروح رايحه لنفس المهاجم حلو وتعمل هجمه ويجي جون، لابد فورا حكم يوقف اللعب ويعمل تمام. اسقاط للاعب في واتشر. ده شكله كابتن مين ده؟ امين عمر؟ ده نادر عمر نادر الدولة عمر يا كابتن. الدولة. صح، سوري سوري. نادر عمر. أولاً يعني أنا بس هسأل يا كابتن، يعني يا كابتن إسلام، هل هذا تطوير تحكيمي؟ مش عارف. هل ده تمركز حكم؟ أنا النهاردة باجي في المكان ده عايز أسأل عشان أعمل مشكلة لنفسي، لا كابتن، مشكلة يعني حتى للاعبين؟ تمركز ماشي، يعني كلنا بنخطئ، ولكن أنا بتكلم هنا على كرة يعني ما فيهاش جداء، يعني أنا سهل على نفسي، أنا إيه اللي يخليني أعمل كده؟ طب ما أنا القانون بيقول لي، لو زي ما حضرتك بتقول كده اعتقد ان هو اكيد مليون في المية مليون في المية حافظ الكلام اللي المفروض، يعني حافظ الكلام اللي حضرتك بتقوله. مظبوط. طيب يا اسلام اديني فرصه اقول لك على حاجه يعني طبعا اتفضل. هقول لك طبعا على مفاجاه تانيه بقى. اتفضل يا سيدي، انت في الميدان اللعبه ما خدتش بالك، او انت مش مركز، او التركيز راح منك، وقلت ان يعني هي ما غيرتش استحواذ، وقلت ان هي ما اثرتش، والكلام الجميل الحلو ده. تمام. لما يجي النهارده حكم الفار يا كابتن اسلام بيستدعيك، اوكي، يعني انت عندك فرصه تاني تروح تشوف الحاله، رحت شفتها طبعا، الشاشه كان طبعا عطلانه، يعني قعدت تقريبا فوق ال 10 دقائق عطلانه لحد ما اتصلحت، ورجع هو جابوا له اللقطه وشاف اللقطه، راح شافها، شاف ان الكره اتصدمت بيه وراحت للمهاجم وعملت هجمه وعملت جاب. انا هنا كمان المفترض طالما رحت للفار يا كابتن الاسلام، خلاص خلاص بالظبط، اجي اعمل اسقاط والغي الهدف وادي الاسقاط للاعب فيوتشر، اخر ما لمس الكره لاعب فيوتشر اديله الاسقاط. انما لما اروح للشاشه وارجع احسب الهدف، هنا كلام يعني مش عاوز اقول لك ان ده مخالف للقانون يا طيب كابتن الاسلام. كابتن، هل من الممكن ان يكون ده يعني حاجه حصلت تخليك تعيد المباراه؟ لا يعني هل خطا هو يعيد المباراه ولا لا؟ بص كابتن اسلام، احنا دايما بنقول في القرارات الفنيه اللي هي التقديريه، هو ممكن يقول لك انا كان تقديري ان هي
يعني ايه، ما منعتش المنافس من ان هو يتنافس، او ممكن يقول ان الكره يعني ما اثرتش على المنافسه، وبالتالي انا من رايي ان هي تبقى جون. مش هو ده القرار اللي ممكن المباراه تتعاد عشانه، ولكن غالبا بتتعاد في القرارات الاداريه او العقوبات الاداريه يا كابتن اسلام. في هذه الحاله هي حاله تقديريه هو قدرها كده، ولكن طبقا للقانون طبعا هو ده مخالف للقانون زي ما قلت، كان لابد من ايقاف اللعب. تمام. وعمل اسقاط للاعب فيوتشر، والفرصه جات لك من الفار، كنت ممكن تعدل في قرارك، ولكن ترجع تحسب الهدف، اعتقد طبعا الامور صعبه جدا جدا. شكرا جزيلا كابتن ناصر عباس المحاضر والمراقب الدولي. كابتن ناصر ان شاء الله نعمل معاه حلقه، محتاجه حلقه، بس هو امبي جاله دلوقتي ركله جزاء في ال 25 دقيقه الوقت الضايع. انت اتكلمت في حاجه يا اسلام دلوقتي، قلت يعني هو انا ليه دلوقتي احط نفسي في لغط في الكلام ده؟ بالظبط كده. لا ده قانون سهل على نفسي خلاص، سهله، ولا حد يفتح بقه. هو انت لو كنت عملت كده كان حد هيكلم؟ كانش حد هيكلم. انت لازم تعمل فيها ان انت فاهم بزياده، اصل هي في اتجاه مش عارف مين وبتاع، انت كنت ريحت نفسك لان هي عملت لغط خلاص داخل الجول. لا بعيدا عن انها عملت لغط، ما انت بتظلم فريق وبتيجي مع فريق اخر. يعني انا مش قصدي فيوتشر وامبي، يعني انا قصدي كل في اي فريق يعني يحصل كده معاه، ما انت بتظلم فريق وبتيجي مع فريق على فريق اخر، فبالتالي انت بتضيع برضو مجهود. ما ممكن امبي يبقى بيفكر عايز ياخد الكاس، فيوتشر طبعاً مليون طبعاً في المية بيفكر عايز ياخد الكاس، حق طبعا تفهم؟ كل فرقة. لكن يعني خلينا نشوف ايه اللي هيحصل في هذه الامور. انا عموما عندي اعتراضات كثيرة جدا على بريرا خلال هذه الفترة، لكن منتظر حتى نهاية الدوري عشان نشوف نقدر نقيم هذا الرجل، هل من الممكن ان هو كرة القدم المصرية تستفيد منه ولا لا. واحد واحد ماشي، ده هيخلينا نشوف ايه اللي هيحصل خلال بس لسه 25 دقيقة، ده ماتش هتلاقي عدى 10 دقايق مثلا، لسه ربع ساعة نص. والله صح، حاجات غريبة جدا. عموما توقعاتك لماتش بكرة ايه يا رامي؟ الأهلي وسيراميكا. أنا أتوقع الفوز إن شاء الله الأهلي بإذن الله، هيعملوا ماتش كويس إن شاء الله، تبقى اللعيبة كده روحها كويسة كده بإذن الله، وعايزين يطمنوا نفسهم ويطمنوا الجمهور ويطمنوا الناس كلها إن شاء الله قبل الماتش يا رب إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. وهتروح الوداد بقى؟ انا ما رحتش ماتشات بقالي كتير، بس انا ما يعني صعبه برضو الولاد. يعني شوف لي كده تذكره. اشوف لك تذكره. انت عارف الموضوع، انا بقول لك انا كنت داخل والله كنت عمال اقول للراجل يعني في الاخر خالص لما كنت واقف عمال اقول له على فكره يا جماعه انا والله واخد مع الناس دي بطولات كتير، يعني مش عارفه انا اللي شايل الكاس. في ناس واقفه متعذبه مش عارفه، بس طبعا لا طبعاً الجمهور حاجه جميله وحاجه تفرح، والواحد بصراحه كان مبسوط. انا كنت مبسوط عشان ابني كمان كان مبهور اول مره يشوف الاجواء دي. عنده كام سنه؟ 15 سنه. بس كان ما شاء الله كان مبهور طبعا بالموضوع، كان حاجه حاجه حلوه جدا جدا يعني. ربنا يخليه لك يا رب، ودايما تفضل نجم من نجوم النادي الاهلي. شكرا جزيلا يا رامي على وجودك معانا، ودايما اتبسطت جدا بوجودك معانا وان انا شفتك معانا. حبيبي يا اسلام، دايما بتشرف بوجودي معاك طبعا في قناه الاهلي طبعا. ربنا يخليك يا حبيبي. انا بشكرك شكرا جزيلا. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل صبري سراج وايمن جلبرتو في ضيافه البيت الكبير.